للحديث عن هذا الموضوع معنا من اسطنبول ياسر الفرحان، عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري. سيد ياسر، أهلا وسهلا بك إلى هذه النشرة. ليست من المفارقات أن تتقدم موسكو بهذا القرار الذي يحاول أو يسعى لوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية؟ نعم، هي من المفارقات المضحكة المبكية بآن واحد. موسكو أو روسيا هي دولة عدوان واحتلال لسوريا، ونحن في اللجنة القانونية تقدمنا بمذكرة يوم أمس لمجلس الأمن نطالب بتفعيل الفقرة الثالثة من المادة 52 من ميثاق الأمم المتحدة بمنع الدول التي تعتبر طرفا في النزاع من التصويت على مشاريع القرارات المقدمة. وبالتالي أيضا أرسلنا ذات الطلب إلى كل من دولتي الكويت والسويد اللتين تقدما بمشروع قرار هدنة لمدة شهر في مجلس الأمن في الغوطة. هذا يعني يجب أن يطرح هذا المشروع بمواجهة روسيا. هذا الإجراء هو من يعطل الفيتو الروسي، وهو من يؤمن نجاح هذا القرار. من دون ذلك نحن نلعب بالوقت الضايع على حساب الشعب السوري في مجلس الأمن. طيب، ولكن هذا المشروع، مشروع القرار، كان سبق هذا المشروع تصريحات من الجيش الروسي تقول بأن المسلحين في الغوطة الشرقية هم من يعيقون هذه الهدنة. المسلحون يحافظون على سلامة أهلهم. نحن نعلم تماما بأنه أبناء الغوطة هم فصائل الجيش الحر المتواجدة فيها لحمايتها، ونعلم تماما بأنه المستهدفين هم الأهالي المدنيون، الأطفال والنساء والشيوخ، وهؤلاء يشكلون أسر المسلحين، أسر المنضوين في صفوف الجيش الحر. وبالتالي ليس لهم مصلحة، وليس يعني منطقي أن تطرح روسيا هذا الكلام. الاستهداف بالعنف المفرط، الاستهداف باستخدام كل الأسلحة المحرمة دوليا، الاستهداف بشكل مركز وممنهج ضد المشافي والمخابز والمدارس، قتل الأطفال وقتل المدنيين، الصور الصادمة التي يشاهدها العالم بصمت مخزي ومشين، كل هذا يدل على أن روسيا والنظام وإيران ينتهجان هذا النهج لإخضاع الشعب السوري لإجراء مصالحة تحت الإذعان للقبول ببشار الأسد، ولتنفيذ مشاريع التهجير القسري، التغيير الديموغرافي الطائفي لمصلحة نظام الملالي في طهران. هذه النقطة التي أشرت إليها وقعت في أكثر من منطقة في سوريا، ولكن لماذا تعطل اتفاق من هذا النوع في الغوطة الشرقية مع العلم بأن النظام يستخدم نفس الفكرة، التجويع واستمرار القصف من أجل انسحاب المسلحين؟ يعني الغوطة كما تعلم أستاذ محمد منذ 2012 يوم قصفت بالكيمياوي صدر قرار من مجلس الأمن بمصادرة أدوات الجريمة وترك المجرم طليقا، وأشار ذات القرار 2118 بأن حالات عدم الامتثال تحال اتخاذ إجراءات تحت الفصل السابع. عاد ذات المجرم لاستخدام السلاح الكيميائي، وبالتالي كان يجب على مجلس الأمن أن يتخذ قرارا بصده ومنعه تحت الفصل السابع. هذا لم يحصل. أبناء الغوطة، أهالي الغوطة بقيوا صامدون خلال هذه الفترة، 4 سنوات من الحصار وما زالوا صامدون. الغوطة الآن فيها 400,000 نسمة. طبعا عدد سكان الغوطة تقريبا 1,200,000 نسمة، وبالتالي ثلث أبناء الغوطة الآن متواجدين فيها. هؤلاء قرروا البقاء والصمود في هذه المنطقة. بالتأكيد هم يدركون تماما بأن مشروعا إيرانيا لتغيير مذاهب الناس ومعتقداتهم، لتغيير قيمهم، لترحيلهم عن هذه المنطقة وأسكان مجموعات أخرى عوض عنهم. وبالتالي هم بقيوا صامدون، وهذا الصمود هو من أفشل حقيقة المشروع الإيراني الأسدي. طيب، أي قرار إنساني خصوصا لوقف الضربات للتهدئة لإيصال المساعدات كان يعطل من خلال فيتو روسي؟ هذه المرة المشروع مشروع مقدم من موسكو. هل تتوقع تمرير هذا القرار فيما يصب في مصلحة المدنيين في سوريا؟
موسكو لديها اتفاق أستانا كان واضحا بشكل صريح بوقف استهداف هذه المناطق، واتفاق أستانا اعتبر الغوطة جزء من مناطق تخفيض التصعيد. تعمدت موسكو بالذات إلى إفشال اتفاق أستانا وذهبت إلى القاهرة لتعقد اتفاقا منفردا يعني بمستوى أقل من النص الذي كان واضحا في أستانا بوقف الهجمات العدائية ضد هذه المنطقة. ثم بدأت موسكو الآن يعني تلعب لمصلحة النظام، هي تخدم بالنتيجة مصالح إيران لكن تحاول أن تحافظ على النظام من أجل أن تحافظ على العقود الاقتصادية التي وقعتها. لم أعرف تماما ماهيته، يعني سبقه تصريح لافروف حينما قال بأنه تجربة حلب يمكن أن تكرر في الغوطة، وبالتالي ربما يكون هذا المشروع يقضي بترحيل أبناء هذه المنطقة لبسط سيطرة النظام، لتغيير الديموغرافيا، لفرض حالة من الاستسلام. وهذا الكلام لن يكون مقبولا إطلاقا، لا أخلاقيا ولا قانونيا ولا وطنيا ولا حتى إنسانيا. يفترض على الأطراف الموجودة في مجلس الأمن أن تقول بأنه نحن لدينا قرارات واضحة بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية وبإدخال وبفك الحصار. ليس من المنطقي أن نخرج المحاصرين بدل أن نسمع أن نفك الحصار عنهم، ليس من المنطقي أن نقوم بترحيلهم، وليس من الأخلاق وليس من الإنسانية أن نقوم بترحيل هؤلاء الضحايا ليذهبوا مرة أخرى إلى المجهول، حيث قصف يعني متكرر يلاحقهم وموت متكرر وتشرد متكرر يلاحقهم. هذه ليست عدالة، وهذه تخالف كل النصوص الواضحة في قرارات مجلس الأمن وفي ميثاق الأمم المتحدة وفي قواعد ومبادئ القانون الدولي. أستاذ ياسر الفرحان، عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، شكرا جزيلا لك.